الخير، لسه مكملين معاكم في شوارع الهانوفيل المستخبيه. احنا كده في شارع رضوان، من اخره هندخل من الشوارع المتفرعه من شارع رضوان. احنا كده بالظبط عند مدرسه شباب المستقبل. تعالوا بقى ندخل كده. زي ما قلت لكم شارع يبقى برضو فيه الخدمات كلها، متفرع من رضوان وفي نفس الوقت سعره اقل من شارع رضوان. يلا ندخل كده من هنا. ده الشارع اللي في وش مدرسة شباب المستقبل. تجي كده مع بعض. بسم الله. هجيب لكم ان شاء الله كده. هندخل في كذا شارع متفرعين من شارع رضوان. ده كده يعتبر اول شارع دخلنا فيه، الشارع المقابل لمدرسة شباب المستقبل او بعد المدرسة على طول، يعني الشارع المقابل ليها من الناحية التانية. هنا ممكن ان انا الاقي ب200 وفوق ال200 في رضوان، بيبقى السعر طبعا فوق ال250. تعالوا ندخل منين؟ تعالوا ندخل كده من هنا. تعالوا ندخل من هنا. احنا بنحاول كده ندخل من كذا شارع متفرع. من شوارع رضوان. من شارع رضوان. ده كده برضو يعتبر الشارع مش المدرسة كده على طول. وادخل لكم برضو من شارع تاني برضو متفرع. بصوا ده كده برضو شارع رضوان كده في وشي. تعالوا كده ندخل من هنا. هنا سبت. ده كده شارع تاني كده فرع. ده في وش المدرسة. ده في وش المدرسة كده على طول. هندخل لكم برضو من شوارع تانية. تعالوا ندخل شارع الناحية التانية. هندخل لكم شارع بقى من الناحية التانية كده. هنا السعر هيبقى أقل أكتر. كده احنا دخلنا شارع تاني متفرع من شارع رضوان بس من الناحية التانية. بس كده كده شارع من ناحية الشمال. يبقى كده عشان جبنا الشوارع متفرعة من هنا ومن هنا. نكمل كده مع بعض. زي ما شايفين بنجيب الشوارع المستخبية. عشان كان الاول حبايبي ومتابعيني بيقولوا لي انت بتجيبي شوارع البيتاج بس المستخبيه، ما بتجيبيش شوارع الهانوفيل. كده يبقى احنا كمان بنجيب في شوارع الهانوفيل المستخبيه بقى. يبقى الفيديو ده كده هديه لحبايبنا اللي كانوا عايزين شوارع الهانوفيل المستخبيه. خلي بالكو ان انا بمشي معاكو، معظم الشوارع هنا معرفهاش في الهانوفيل، فبمشي وبشوف معاكو وبستكشف معاكو في البيتاج. طبعا اعرف معظم الشوارع في البيتاج بحكم ان انا طبعا ساكنة في البيتاج. فهنا انا كمان ببقى مبسوطة اوي بالجولات في الهانوفيل. انا بستكشف كده معاكو برضو الهانوفيل، اعرف معظم الشوارع فيها بس في شوارع كتير معرفهاش.
ماشيين مع بعض ونشوف هنطلع على فين. طب تيجوا كده من هنا. تعالوا تعرف برضو الشارع ده شارع ايه كده. استنوا كده طلعنا. ده شارع العوامي. انا شارع العوامي عارفاه بس انا عشان جاية من الناحية دي فبصراحة ما عرفتوش في البداية. ده كده شارع العوامي اخره كده يطلعني على طريق اسكندرية مطروح. احنا كده جبنا الشوارع والشوارع طلعنا كمان على شارع العوامي. خلي بالكوا شارع العوامي ده من الشوارع الجميلة والاسعار غالية فيه غير الشوارع الجانبية. الشوارع الجانبية بتبقى أقل طبعا من هنا. الشارع الأول بيبقى فيه كده الأسعار من فوق 260. قدام كده هتبقى مدرسة النموذجية على اخر الشارع ده كده وهيبقى طريق اسكندريه مطروح. بصوا كده هيبتدي يظهر الشارع الرئيسي اللي هو طريق اسكندريه مطروح بعد الطلعية اللي هناك دي كده. كده يبقى اطلع الطلعه دي. بقى انا طلعت كده على طريق اسكندريه مطروح بس انا عايزه ادخل لكم كده من هنا عشان الشارع العوامي اللي مصوره قبل كده واللي متابعني حصل. تعالى نطلع من هنا. ممكن اطلع من هنا كده على شارع ابراهيم العوامي. ممكن اطلع كمان على يميني كده هيبقى شارع سعيد الطلخاوي. على شمالي اطلع على ابراهيم العوامي. الشارع ده برضو كده الشارع ده بس رابط شوارع كتيره قوي ببعضيها. كمان هنا مكان كده صغير قوي زي ممر صغير قوي ما تحسش ان انت يطلعك على اي مكان وانه سد لكن ده يطلعك على شارع سعيد الطلخاوي. بصوا ده كده الممر اللي كنت بقول لكم عليه. بصوا ممر كده حطوا في دماغكم انه ما يطلعكوش على اي حاجه. لو انا كملت الاول في الشارع ودخلت الناحيه الثانيه هيبقى شارع ابراهيم العوام. استنى بس كده نعدي قريبنا عشان تعدي. بصوا بقى المكان قد ايه. طلعني على الشارع ومن الشارع سيد الطلخاوي على طريق اسكندريه مطروح. بصوا كده تعالوا كده من هنا. الشارع في وشه على طول باين كده من هنا كده الوش في الاخر كده طريق اسكندريه مطروح. بس الممر صغير ازاي اللي دخلنا منه. ده اكتشفته برضو وانا بصور قبل كده شارع العوامي الممر ده.
عشان لما بقول لكم بكتشف معاكم في شوارع الهانوفيل ببقى فعلا بتكلم معاكم بصراحه. هانوفيل بصوا طريق اسكندريه مطروح باين كده من هنا. ببقى حابه قوي وانا بصور شوارع العجمي، وبيبقى نفسي كمان اصور كل شوارع اسكندريه على قد ما بقدر، بس برضو صورت شوارع كتير غير العجمي. صورت شوارع في محطه مصر، في محرم بيه، صورت شوارع في لورديان، صورنا في ازيس، صورت في ازيس شوارع في ازيس. انا لو عليا عايزه اصور كل شوارع اسكندريه، اسكندريه دي العشق كله. بس بحكم ان انا طبعا في العجمي بيبقى الشوارع كمان انا عارفاها اكتر هنا في العجمي، وصورت في محرم بيه بحكم برضه ان انا عارفه في شوارع كتير محرم بيه، لاني قبل ما اتجوز كنت اصلا من محرم بيه. بصوا بقى كده كده طلعنا على طريق اسكندريه مطروح، كده هيبقى مدرسه النموذجيه اللي جايه دي، وبعديها شارع العوامي، وبعد كده هتبقى الوحده الصحيه. عايزه اجيب لكم كده اقف كده واجيب لكم كده شويه. طلبت مني مساكن الصينيه ان شاء الله اصورها قريب. صورت لكم قبل كده مساكن طلعت مصطفى، اللي حابب برضو يتفرج على الجوله.